السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايدا قيمها إيا قدرين تمودانو ميل كستوى دافاة دونيدا هي دعال دبات كرتوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن وقت كستا أويد انتهايبة ونكسن كسر دوادة وربحنا دي قدن بيي أما بريدا دي مركز تيه قور كستا إيا ولبحل كستوى أهدنو قبرتين وحان إدين ودا وربحنا حساسية وحاكمدة وفد علوس أيا حدك أنبابحايا قدها عاسمة دمامولكا إساسي خاتمو إمغاردة لاس عانود وفدقاس ووهو قامنيو قراد جامع قراد اسماعيل حدب وحان ربا إنان إدين كدوكيو حالكي أيا كوة جانيهين وفدقا يا كمدة ووهو قامنيو قرادكا لنا عكرنا وحان إدين ودا ملاشياتكا أرقح يستد لمقع بحي سومالي لان قارهان وسيركا أرمها قدها أيا كل واقعي إني أدير قروبان تقال كاس أو أي لقر الدونان دولة فدرالك الصومالية حري وحان إذا كل شيء إني كسو جواب الدونان هذا الذي كل كلنا إيه كسو يري دولة فدرالك الصومالية بالمقال يور بحنا يعني يدنا إذا كوضع وربحنا أن أقدم بيسا أما مقال كنا أقدم بينا وح وكساب سيهاي مدحوني حري إيه جمهورية فدرالك الصومالية أهانا مدحوني سجلات سومرة ومدنة محمد عبد الله فرماچو أي استغنا باق أدري بلها ولا لها كدة قلمية قلبت كمدو بالباقة بدح وين هنا استجنا واحد ربع إنان إذا كتب الجيو هذا بنتين وجود جرين سدي عدد إنه هيد فضلا هذا نقول عصبته هاي سبسكرايب نصورده هلا نسيبودك سحب فربضنا ونكسن سدي إذا كوكا هوري هدي نور تشوكتينا ونتكمل علنيا لايك تو مركز تو حنوت هدي جرين ملف فوق سحب فربضنا وجرسينسا وحيد تلاقيه تصالعنا كومنت جه هوسة أي نقول سودي أكرتان سود واده هدبا هدي انكو ريو وفد عروس ايا هدى كأنبا بحايا عاسما دمامولكا إسا سيخا تومو إميقار دلاس عانود وفدقاس وحا هقامين ايا حرمد ليه قراد جامع قراد سماعيل وحا اينكو وچهانيهين مغالدا حدون حدون وحا ايادانا كغسي هرييي مدحوانيك حقانكي هوري اي دولاد بوتلان احمد كرام ايا وليبا حبنا كاترسان قولها بارلمانكا اي مامولكا إسا سيخا تومو ايا وليبا تليه بول ka guud ee maamulka isasi khaatumo garaadka waxa ku weheliya safarkan culus ee uu ku baxayo Cabdirasaaq Khaliif oo isaguna ah siyaasi culus oo kamida siyaasiyinta isla maamulka isasi khaatumo halka dhinaca kalena uu san kambarneen maayirka guud ee magaalada Las Aanood iyo waliba xildhibaana ka tirsan isla maamulka isasi khaatumo runti waxa la isugu wada tagi doona magaalada Xudun halka shir ayaa ka furmi doona oo ay ka wada qayb gali doonaan dhammaan siyaasiyinta garaadada iyo qayb ka mid ah bulshada rayidka halka waxa yimi maalmada durata ahayd Ahmed Karash oo aha madaxweyne ku xigeenkii hore ee dawladda Puntland kaas oo isaguna number 1 ka qaatay halgankii ka dhacay halkaas isku soo wada doodob waxaana sugnaa shirkaasi marka uu furmo iyo waliba marka uu dhamaado ka hor dhicmayno walibana hor cararimayno xudun waa la isugu wada tagaya waana lasku arki doona aan ku gudubna hadaba usoo laabano maleeshiyaadka argagixisada lamaga baxay Soomaaliland ayaa iyaguna aflabado diyaaray waxa hadlay oo waliba shirka id qabtay wasiirka arimaha gudaha ee maamulka SSC qaatamo Maxamed Kaahin bal marka koowaad aynu wada daawano muqaalkiisa iyo waxa uu ku hadlay kadib ayaynu warbixinta xasaasiga u sii gudagali doona dal Soomaaliyeed bad Soomaaliyeed ayaa la bixinaya ka kacay Soomaaliyeey dadka Soomaaliland dalkiisa iyo dadkiisa waa difaaciya Soomaaliyeer ma tiidin xariir tababarada la idin furayo waa dadaal isano hawsha waa lagu dhigaya waxaan ku dhawdahay bahari ba marayo kordhin khibada kunta dalam waxaan ku dhawdahayayaan عربه أوقف عربيت كهذا أو أصل كده عربي وحا كبحايا ونفل عاري هيد كأيا قاري كدي مركي أي حدلين مدى حدا أغو سرسرسا اي دولة دا فدرالكا صوماليا رنتي سد حدا مسؤول اي أغو سرسا دولة دا فدرالكا صوماليا وإسكا دبا حدلين سد حدوبا حابا أدن بيو وسيركا أرمها دبدا فيقي أو أها مغالكي أدن بيي aan idin la wadaago isku soo wada doodob odayaa shahiidka ayaa gaaray waxa ay ku dhawaaqeen inay u diyaar garoobaan shacab ku dagaal waxa uu sheegay in la furi
دونو حرو لغو تبابري دونو نمان شعبكا إيا قوف كستا او قوري قاري كرا وحا او شاگي إناي إسو ديارينا يان إناي لغري دونان دقال دولة فدرالكا سوماليا أما شعبكا سوماليا إيكالا رنتي وارين عجيبة وإسكو دحياعين حالكي أحميد أي مرسا وسير في قمحويري وان اوغا حالكاس انيسان داد عادية اما داد قماني ايسان كاسوسعون رنتي تي ايا حدا موغطا ووسير كي لما اي ارماها قدها اي ميليشيات كسوماليلان ايا اوغو باقيا شعبك اني ديار قروبان اس دياريان وليبانا دقال ديار اي او نوغدا رنتي بالواي هي داد كان محاينو كترنا يينو حسابنا ما داد كمير كقبا اي لغسو جرو ايينو حسابنا مسددك علاجك ايميلها قرانك لغو سعرو اما لغو دبيبو كترى ايينو حسابنا هسي اهاتي وحاليري ننكي جمعوالا ربو خميست ايو سيحد حتا رنتي وينو اكسون هاي حالكاس داد فيوبي مجوغان لكن سهل سؤال اي اسوي دين مدن اسم قبطان ميا وداد كودا شريف كودا إيه كودا كلا إعادقة إيه كودا علاج كبا أهما وحابن مودابا إني اسكو هال فكرد إيه اسكو هال موجد أيهين اسكو صوت دودوب نمانكي إياغا أها دولة فدرالك الصومالية سيرتين باي أدرت إلا إيه هادا سيرتين كي أيهكو مغيهين أنوكو قدومنا هادابا أصولابانو موغالكينا أدن بيا أما وربحنتين أدن بيسا وحا أيهكو سابسانتهاي مدحوانيهي هوري إيه جمهورية فدرالك الصومالية أهانا مدحوانيهي سقالات إيه صومرا أيها باغ نباديد أدري بيلها والالها أه إيه معلما همبكو دقالمي قلبيت كمدو بالمركة كوات هادابا أين وضطاوانو باقا نبديد اي اوصو ديري مدنه محمد عبداللهي فرماج مدحويني هوري ادالك سوماليا مدنه محمد عبداللهي فرماج ايا باقا نبديد او ديري dadka walaalaha ay ku deegaan maya galbeedka gobolka mudug waxaana kamid ah hadaladiisi dadka wadaadashay ee istuudinta dhaqanka iyo eelka ay ku deegaalamaya galbeedka gobolka mudug waxaan u soo jeedinayaa inay joojiyaan dagaalka sokeeyo iyo daadinta dhigooda kana fakaraan aakhiradooda iyo adduunkooda ba dagaalka sokeeyo waa ka soo daaleen dalkeenno iyo dadkeenno mana jirto cid guul iyo natiijo wanaagsan ka keentay sidaas awgeed jidka idin furan waa inaad gacmahaas qabsataan oo wada hadal ku dhameysaan wax walba oo walaalnimo ka fiirisaan culimada odayaasha dadka mudug runtii khasaaro dhimasho iyo dhaawac tira beela ayaa ka dhacday halka hase ahaatee waxa isweydiin leh waxaas oo khasaare ah oo dhacay xagee loo raaciya waynu ogsoonahay ilaahay baa qadaray waana qadar hase ahaatee ilaa iyo hadda ma muuqato saansaan kala dhex gashay ama kala qaaday labada ciidanba hase ahaatee warbixin aanu helayno ayaa waxa ay sheegaysaa in dowladda Puntland ay ku hawlan tahay sidii xabad joojin waarta uga gaari lahaayeen wulibana labada ciidan loo kala qaadi lahaa ama loo kala fugeyn lahaa hase ahaatee warbixinada dambe ayaan ku soo xaqiijin doonaa wulibana idin kula soo wadaagi doonaa isku soo wada doodob madaxweyne farmaajo baaq nabadeed ayuu u diray beelahaas walaalaha meel walba baaq nabadeed ayaa laga soo diray kaas oo si toos ah ugu wajahan beelaha walaalaha ah ee maalmahanba ku dagaalamayay halkaas haddaad la soo gaadhay ilaa dhammaadka subscribe ma soo dhe lana si wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sideedinkoo kala tan inta kale kulmi doono fi amaanillah.